ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات والأجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو المطبخ أو في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضمي لينا ودعم طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المروحة الجميلة دي، طبعا تقدري ان انت تحددي المستوى بتاعها وتعلقيها في اي مكان. طبعا ميزتها انها بتكون خفيفة، يعني تقدري تحركيها لاي مكان تحبيه، اذا كان في المطبخ او في اوضه النوم او في اي مكان انت عاوزاه. بعد كده هنا عندنا شماعة الهدوم دي، الشماعة دي تقدري تثبتي عليها كمية كبيرة من الهدوم زي الطرح والهدوم الداخلية، وبتساعدك على ترتيب وتنظيم الهدوم جوه الدولاب. هنا بقى معانا منظم البوكاليات، وهو بيجي مقسم لست خانات تقدري تنظمي فيه ست انواع من البوكاليات او الرز او السكر او الدقيق، وبيجي معاه اداة معيارية تقدري تعايري بيه الكمية اللي انت بتبقي محتاجاها. هنا بقى معانا آلة حفظ الاكياس عن طريق الحرارة، طبعا بتشتغل بالحجرة وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا. بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم تقدري تثبتيه عندك على التسريحة وتنظمي فيه الكريمات او العطور او الميك اب بتاعك، شكله بيكون حلو قوي وبيكون متوفر منه كذا لون. بعد كده عندنا اداة لتقليب الطعام، الاداة دي طبعا بتكون عملية جدا بتساعدك جدا في الطبخ، خصوصا لو بتعملي اكلة محتاجة للتقليب بشكل مستمر، وطبعا بتقدري تحددي السرعة بتاعتها، وهي طبعا بتوفر عليكي في الجهد والوقت بحيث ان انتي تستخدميه في حاجة تانية. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة دي بتساعدك على ازالة البذور بكل سهولة من البلح او من الزيتون او من الفاكهة عموما. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض هنا اداة تقطيع الجبن او السمنة كده بكل سهولة. بعد كده بقى عندنا اداة تثبيت او حوامل تقدري ان انتي تثبتيها فوق اكباس الكهرباء وتثبتي عليها الموبايل وهو بيشحن، او تقدري طبعا تثبتي عليها فازة او اي تحف بتكون عندك، بيبقى شكلها حلو قوي وجميل في البيت. بعد كده هنا معانا الممسحة دي تقدري ان انتي تنضفي بيها الجدار او الارضيات او المرايات او الشبابيك، يعني بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة ازالة الوبر من على القماش، تقدري ان انتي تشيلي بيها اي وبر من على مختلف انواع القماش اللي بتكون عندك، وطريقة تنظيفها بتكون سهلة جدا. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا هنا منظم للزيت تقدر ان انتي تنظمي فيه اي نوع زيت انتي بتستخدميه او حباه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض معانا هنا بقى القشرة الجميلة دي، تقدر ان انتي تقشري بيها مختلف انواع الخضار زي الخيار والجزر والبطاطس. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدري ان انتي تنظمي بيها اعواد تنظيف الاسنان، واستخدامها بيكون سهل جدا. بعد كده عندنا فرشة التنظيف دي، وهي طبعا بتساعدك على تنظيف الزوايا والاماكن اللي بيبقى صعب عليكي توصلي لها، وطبعا بتديكي افضل النتائج زي ما انت شايفة كده معايا في الفيديو،
وتقدري تنظفي بيها الأرضيات والجدار والسجاد ومختلف الأسطح اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة دي، والأداة دي طبعا بتساعدك ان انتي تعملي بيها السجق وتحشيه بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده عندنا الجهاز المميز ده اللي تقدري من خلاله تنظفي وتغسلي وتصفي كمان جميع انواع الفاكهة والخضار اللي بتبقى موجودة عندك. وبعد كده معانا الأداة اللي بتساعدك على تقشير اللب بكل سهولة. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده تعالي شوفي معايا شريط عازل للصوت تقدري ان انت تستخدميه اسفل الباب، بيكون مرن ومتين جدا ومانع لدخول التراب او الحشرات، وتقدري ان انت تستخدميه في الصيف او الشتاء لانه بيكون عازل لتسريب تكييف الهواء او التدفئة. هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا جهاز الطبخ على البخار. طبعا الجهاز ده عبارة عن حلتين، اول حلة تقدري تسوي فيها الاكل على البخار، والحلة اللي بتبقى في القاعدة دي تقدري ان انت تعملي فيها اي شوربة او اي طبيخ او تقلي فيها اي حاجة انت عاوزاها. وهنا بقى تعالي شوفي معايا منظم للغسيل، وهو بيكون مكون من 3 أرفف تقدري ان انت تنظمي فيه الهدوم النظيفة او الهدوم اللي بتبقى لسه عاوزة تتغسل، تقدري ان انت تستخدميه بالطريقة اللي انت عاوزاها، وهو بيكون مزود بعجل يعني تقدري تحركيه عندك بكل سهولة. وطبعا تقدري ان انت تنظمي على الرف اللي فوق ادوات التنظيف اللي بتغسلي بيها. وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض معانا اداة تقشير وتنظيف الخضار. طبعا تقدري تنظفي بيها وتقشري الخضار زي الكوسة والبتنجان والجزر، وميزتها انها بتحتفظ بالقشور دي زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده عندنا الاداة الخاصة لتنظيف السمك، تقدري تنظفي بيها مختلف انواع السمك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا اطباق من التقديم، بتبقى عبارة عن منظم تقدري ان انت تنظمي فيه او تقدمي بيها الفاكهة او الشوكولاتة او الحلويات او المكسرات. بعد كده معانا منظم التوابل ده، وهو بيكون عبارة عن صندوق تقدري ان انت تنظمي فيه 4 انواع توابل سواء كانت صحيحة او بودر، وبيجي معاه 4 معالق تقدري ان انت تستخدمي لكل نوع من التوابل معلقة خاصة بيه. هنا بقى معانا آلة قفل الاكياس، تقدري ان انت تقفلي بيها الاكياس عن طريق الحرارة، وهي بتشتغل بالحجرة، وطريقة استخدامها سهلة جدا وبتساعدك على حفظ الطعام وانه يفضل دايما عندك طازة. وطبعا الآلة دي بتكون غير مناسبة للأكياس الورقية والأكياس الألمونيوم. بعد كده عندنا منظم التوابل ده اللي تقدري تنظمي بيه مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك، وبيجي كمان معاه معلقة تقدري ان انت تاخدي منها الكمية اللي انت محتاجاها. بعد كده معانا الشبكة دي تقدري ان انت تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتغسلي او تجففي عليها الخضار او الفاكهة، وكمان تقدري تستخدميها كمصفى للاطباق. بعد كده عندنا منظم الدوار، وهو مكون من 5 ادوار تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ عندك وتنظمي بيه الخضار والفاكهة، وطبعا هو بيكون عملي جدا ومزود بعجلات عشان تقدري تحركيه بكل سهولة على ارضية المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم البوكليات ده، طبعا تقدري ان انت تنظمي فيه الرز او مختلف انواع البوكليات اللي بتكون عندك، بيجي معاه كوباية معيارية تقدري تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها. بعد كده عندنا المنظم ده تقدري ان انت تثبتيه فوق قاعدة الحمام وتنظمي عليه المناديل وانواع الشامبو او الكريمات او العطور او اي حاجة انت عاوزاها.
هنا بقى معانا سدادة الباب، بتكون بسيطة جدا في الاستخدام، وطبعا تقدري ان انتي تستخدميها على جميع اشكال الابواب المختلفة، وطريقة تثبيتها سهلة جدا. بعد كده عندنا الآلة دي، وهي بتكون مخصصة لسلق البيض، استخدامها بيكون سهل جدا، وهي بتكون دورين وبتشيل معاكي حوالي 14 بيضة. هنا بقى عندنا الشبكة دي، وهي بتكون متحركة وبيكون ليها كذا مقاس، تقدري ان انتي تثبتيها على الشباك عندك، وطبعا تقدري تختاري الحجم والمقاس المناسب للشبابيك اللي عندك. بعد كده عندنا الصبانة دي، وهي بتكون على شكل زهرة، تقدري ان انتي تثبتيها على جدار الحمام وتحطي عليها الصابون بالشكل ده. بعد كده معانا منظم جميل جدا، تقدري تنظمي فيه ادواتك الشخصية زي المعجون او فرشة الاسنان، وبيكون صغير تقدري تاخديه معاكي لو خارجة، او كمان تقدري تثبتيه على الجدار في الحمام. وهنا بقى معانا مصفى او منظم للكوبايات، تقدري ان انتي تصفي عليه الاشكال والاحجام المختلفة من الكوبايات اللي موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض، عندنا منظم للحمام، طبعا تقدري تثبتيه عندك على الجدار وتنظمي عليه المعجون وفرش الاسنان، ومن فوق تقدري ترتبي عليه الشامبو والكريمات اللي بتكون عندك. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق اليكسبريس او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف، اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منه المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة التالتة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله.